يضلوا ابنك وما فيك إلا تحتويه. معلش خلي كم يوم ليتربى كيف يكسر كلمتي ويلتف علي. بس كأنه في شي بدك تقولي. بدي أحكي شي بخصوص سمية. حكينا بهالموضوع، بدي إياك تنسيني هيّاً بقى. بدي أطلب منك طلب. هلأ أنا بعرف إنه هي أم ولادك جرحتك كتير، بس هلأ رجعت. اللي بدي إياه منك إنك تخبرني، لأنه إذا سامحت وعرفت من غيرك رح أزعل كتير. بوعدك إني رح أتفهم. أنتي مجنونة شي؟ هي رجعت لأولادها مو إلي. أنا مسامحها وما بدي منها شي. بعدين أنا ما ممكن أشرحك. معقول لحد هلا ما بتعرفي شو أنتي بالنسبة لي؟ صباح الخير. وأنتي بخير. بابا شو في بينك وبين هشام عنابي؟ ما في شي، كنت عم بتعشى عندهم ووصلني. شو في بينك وبين هشام عنابي؟ شبك بابا جاوبتك؟ ما تكذبي. معك حق، بعمري ما كذبت عليك وكمان هالمرة ما رح كذب. أنا معجبة بهشام، صحي هو أكبر مني بس كمان أنا ماني صغيرة وأنا مقتنعة فيه. مقتنعة؟ ولك بشو مقتنعة؟ وعلى أساس شو بنيتي قناعاتك؟ على أساس تجاربي اللي كل عمري تركتني عيش فيها لحالي. هلأ شو في؟ شو اللي تغير؟ شو اللي تغير؟ ما في شي تغير، حتى أنت ما تغيرتي. ولك طول عمرك بتشوفي الناس بعيون قلبك. كل هاد بس لأنه كبير بالعمر؟ أنا بحاجة شريك كبير واعي وناضج. بابا أنا تعبت، بدي حنية. حنية؟ وما لقيتي الحنية إلا عند هذا الواطي؟ ولك هذا واحد واطي وماضي أسود. تصبح على خير. تعي لهون. ما في روحة، ما في روحة قبل ما ننهي هاي القصة، فهمتي؟ بابا أنت شو عم تعمل؟ أنت منتبه على حالك؟ ليش كل هاد؟ هي حياتي وأنا حرة فيها.